سو الدراري السلام عليكم، جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ماشي تتمه للدروس ديال المستوى الثالث اعدادي، مي هذا الفيديو ان شاء الله غيكون اول درس بالنسبه للثانيه بكالوريا شعبه علوم فيزيائيه وعلوم الحياه والارض خيار فرنسي. كيف ما كتشوفوا بديت بالدرس ديال لي نومبر كومبلكس، علاش؟ حيت بسبب هذا الكونفينمون دونك خاصكم ضروري تراجعوا للدرس ديال نومبر كومبلكس لي سويت اي الفونكسيون اي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك لي نومبر كومبلكس غنخدموا دي زيكزاما، دونك غنخدمو دي زيكزاما في كل شيء. يعني حنا غنخدمو غا دي زيكزاما ديال لي زاني بريسيدون. علاش؟ حيت لي زيكزارسيس ديال لي زاني بريسيدون ديال لي زاني اللي كتحطو، يعني اللي كتحطو في الموحد كيتحطو كلاسيك، دونك كلاسيك. دونك خاصك باش تجيب مزيان في الباك خاصك تخدم ضروري نتي الموحدات ديال الاعوام اللي فاتت. دونك غادي نبدا في لي نومبر كومبلكس. على بركة الله غنبدا نشرح les transformations. كيف ما كتعرفوا كلكم les transformations كاينين ثلاثة معروفين، اللي هي translation l'homotisme. Et la rotation. كيف ما كتشوفوا translation l'homotici la rotation. Translation اللي هي باللغة العربية الإزاحة، l'homotici تاعها كي لا روتاسيون الدوران. دونك غادي نعرف الكتابة العقدية ديال كل وحده فيهم. اللي ما غيعرفش الكتابه العقديه بلا ما يمشي يدوز امتحان، بلا ما يمشي يدوز البكالوريا، بلا ما يمشي يدوز الاعداد العقديه، حيت ضروري كتحط لابارتي ديال لي ترانسفورماسيون. خاصك تعرف قبل ما انت خاصك تعرف يعني الكتابه ديال العدد العقدي ديال الازاحه وديال التحاكي وديال الغوطاسيون. دونك ترانسلاسيون كنرمزو ليها بالتي، دونك كنرمزو ليها بالتي. دونك مثلا دابا غنحددو الكتابه العقديه ديال الازاحه. دونك مثلا عندي واحد فيكتور اي، ياك هاد الفيكتور اي، دونك عندي بوان ام دافيكس زي، وعندي عندي لو فيكتور اي دافيكس باغ اكزومبل ا. دونك انا بغيت نسيت ام بريم، ياك ام بريم، ياك لافيكس زي بريم صورة ام بالازاحة تي ذات المتجهة اي، بالازاحه تي ذات المتجهه اي. دونك الا بغيت ترسم ام بريم اللي هي لا في ام بريم صوره ام بالازاحه تي ذات المتجهه اي، اشنو خاصني ندير؟ خاصهم يكون عندهم نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس المنظم. دونك نفس الاتجاه نفس المنحى نفس المنظم. دونك اتجاه مستقيمان متوازيان، اي راه كيوازي ام متجهه ام ام بريم، نفس المنحى من الاسفل الى الاعلى ونفس المنظم. دونك هادي اش كتعني ليا؟ كتعني لي ان هاد الكتابه اش كتعني لي؟ كتعني لي ان ام بريم صوره ديال ام بالازاحه تي ذات المتجهه اي. دونك ام بريم صوره ديال ام بالازاحه تي ذات المتجهه اي. دونك ام بريم ليماج دو ام، ليماج دو ام ترانسلاسيون دو فيكتور اي. دونك هادي اش كتعني ليا؟ كتعني ليا ان المتجهه ام ام بريم كتساوي ليا المتجهه اي. دونك متجهه ام ام بريم كتساوي ليا المتجهه اي. دونك غنعاود نمشي لي زافيكس. دونك عندي ام ام متجهه ام بريم ام ام بريم اللي هي زد بريم، ياك موان زد اش كيساوي ليا؟ كتساوي ليا المتجهه اي لافيكس ديالها شحال هو ا. دونك زد بريم اش غتساوي ليا؟ زد بلس ا. هذه اللي كتبت هي الكتابه العقديه ياك ديال الازاحه. دونك هذه غنديروا فيها اكزامبل غناخذوه من شي وطني ان شاء الله في هاد لا فيديو نيت. دونك لوموتيسي نمشي نشرح لوموتيسي. لوموتيسي كنرمزو ليها باش كنرمزو ليها باش اش. دونك هاد لوموتيسي اش كيكون عنده؟ كيكون عنده لو سونتر اللي هو اوميغا، ياك لافيكس ديالو دبليو باغ اكزومبل، وكيكون عنده لو رابور. لو رابور كنرمزو ليه بكا. دونك هذا شنو هو؟ لو سونتر، سونتر. وهذا شنو هو؟ رابور.
rapport باللغة العربية هي النسبة. النسبة دونك باغ اكزومبل عندي انا سيدي هنايا اوميغا لافيكس ديال دبليو، عندي مثلا هنا ام لافيكس ديال زد، عندي هنايا ام بريم لافيكس ديال زد بريم، ام بريم لافيكس ديال زد بريم. دونك من اوميغا دونك h de m كتساوي ليا m prime. h de m كتساوي ليا m prime. اش كتعني ليا؟ كتعني ليا اسيدي ان اوميغا اوميغا m prime كتساوي اوميغا m اوميغا ام بريم كتساوي واحد الكا هاد النسبه. مثلا اوميغا ام بريم اش كتساوي؟ اوميغا ام بريم اش كتساوي؟ كتساوي 3 المرات اوميغا ام. دونك 3 اوميغا اون جينيرال هي كا اللي هو النسبه فاش اوميغا ام. اوميغا ام بريم اوميغا ام دونك هنا شناهي؟ هي زد بريم موان دبليو موان اللحق ديال اللحق ديال ديال لو سونتر كيساوي كا عامل زد اللحق ديال الاصل ناقص اللحق ديال لو سونتر. ناو لحق الصوره ناقص لحق المركز كيساوي لو رابور فوا اللحق ديال الاصل ناقص اللحق ديال المركز. هذه هي الكتابه العقديه ديال لوموسيس. غنمشيو للغوطاسيون. لا غوطاسيون بعجاله، لا غوطاسيون كرمزو لها بار كيكون عندها حتى هي لو سونتر اوميغا لافيكس دبليو في كيكون عنده هنا تيتا. هذا لو سونتر وهذا اش كتسمى؟ هذه لونغل. هذا لو سونتر، هذا لو سونتر. مثلا اوميغا لافيكس دبليو في كاين هنا وعندي هنا ام لافيكس زي هنا ام بريم لافيكس زي بريم وهذه هي لونغل تيتا. هاد المسافة كتساوي لي دونك هنا اغ دو ام كتساوي ام بريم. اش كتعني ليا؟ اش كتعني ليا؟ كتعني ليا جوج حوايج. كتعني ليا ان اوميغا ام كتساوي اوميغا ام بريم. واش كتعني عاوتاني؟ كتعني ليا ان اوميغا الزاوية اوميغا ام اوميغا ام بريم كتساوي تيتا تردد دو بي. تردد دو بي ليكريتور ديال لا روتاسيون شناهي؟ هي اللحق ديال اش؟ ديال الصورة ناقص اللحق ديال المركز كيساوي او اي تيتا عامل اللحق ديال الاصل ناقص اللحق ديال المركز. هذه هي الكتابه، هذه اللي خصكم تعرفوا. هادو اللي سطرت عليهم بالاحمر هما اللي خاصكم تعرفوا، اللحق ديال الترانسلاسيون وليكريتور ديال لومونتيسي وليكريتور ديال لا روتاسيون، ضروري تعقلوا عليهم. مفهوم؟ دونك غنشوفوا واحد دي زيكزامبل باش طبقوا هادشي اللي قلنا. دونك هذا هو ليكزارسيس، ما بغيتش كتبوا باش ما نضيعش الوقت. دونك اكزارسيس 3 راه باك 2019 سيسيون نورمال. دونك اكزارسيس 3 كيقول لك لا بروميير كيسيون ريزودر دون لونسومبل سي دي نومبر كومبلكس ليكواسيون زد او كاري موان دو زد بلس 4 ايت ايغال ا 0. دوزيام كيسيون دون لو بلان كومبلكس رابورتي ان روبير اورتونورمي ديريكت O, U, V, on considère des points, les points A, B, C, D d'affixes respectives A, d'affixe 1 moins I racine 3, B est égal à 2 plus 2I, C est égal à la racine 3 plus I, et D est égal à 2 plus la racine 3. A, vérifiez que A moins D est égal à moins racine 3, 1 mis C moins D.
On déduit que les points A, B, C, D sont alignés. Troisième question, considère Z la fixe du point M et Z prime la fixe de M prime, l'image de M par la rotation R du centre O et de l'angle moins pi sur 3 de la partie. Donc, il y a une rotation, une translation, une malhomotisée. La question 4, soit H l'image du point P par la rotation, R, A son A fixe et P le point d'A fixe P, tel que P est égal à A moins C, vérifier que H est égal à EP, montrer que le triangle OHP est rectangle isocèle. On va faire l'exercice. Donc, tu m'as dit l'exercice, d'abord, screening à la school, on va faire la vidéo automatiquement. Il faut que je la question, tu m'as dit que je ne sais pas. Donc, à la barakiti, je vais aller sur l'aoul. Donc, sur l'aoul, il faut résoudre l'équation suivante. Z au carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Directement, on va dire que nous avons la discriminante. Et c'est, elle s'appelle le delta. Le delta est égal à quoi? Il est égal à P au carré moins 4ac. Donc, P au carré, c'est moins 2 à la puissance 2 moins 4 fois 1, 1. Plus fois C. C, c'est 4. Donc, moins 2 à la puissance 2, c'est 4. Moins 4 fois 4, c'est 16. Donc, 4 moins 16, c'est 12. Moins 12. Donc, la discriminante, c'est négatif. Donc, on a toujours dans l'ensemble C. Si on a la discriminante négative, on a deux solutions. Deux solutions, c'est Z1 est égal à moins B moins I racine moins delta sur 2A. Et Z2 est égal à moins B plus I racine moins delta sur 2A. Donc, moins B c'est 2 moins I racine de 12 sur 2. Z2 c'est moins 2. Moins B, c'est 2, plus I racine 12 sur 2A. حيت الان ما كندير والو هاك مخرج هادشي راه ديال السيزيام. دونك زد 1 تيكال اكوا 2 سير 2 سي 1 موان I racine 3. Et Z2, c'est 1 plus I racine 3. Donc, l'ensemble S, c'est 1 moins I racine 3, I1 plus I racine 3. La question Lula. Donc, la question numéro 2. اشنو عطينا؟ عطينا سيدي A لا فيكس ديالها شناهي؟ هي 1 موان اي راسين 3 وعطينا سيدي B لا فيكس ديالها شناهي؟ هي 2 بليس 2 اي هادو معطيات وعطينا C لا فيكس ديالها شناهي؟ لا راسين 3 بليس اي وعطينا D موان 2 بليس 2 راسين 3 هادو معطيات قال لك فيغيفيي كو Vérifie que A moins D est égal à vérifie que A moins D est égal à moins racine 3 factorisation de C moins D. Donc, on a pris un billet H. Donc, qu'est-ce qu'on dit? هذا هو السؤال. انا خصني نوصل لهذا صح. دونك شنو عندي ا موان دي
نعوض ا بلافيكس ديالو دي بلافيكس ديالها. ا لافيكس ديال شنو هو؟ 1 موان اي راسين دو 3 موان دي موان 2 بلس نعوض دي بلافيكس ديالها هو موان 2 بلس 2 راسين 3. ما درتش والو، عوضت عوضت. دونك 1 موان اي راسين 3 موان 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 سي بلس 2 موان. هنا عندي زائد غنحل القوس غتولي عندي ناقص ناقص 2 راسين دو 3 2 راسين دو 3 اي 2 راسين دو 3. دونك اش غندير دابا؟ غندير 1 بلس 2 شحال؟ سي 3 ياك موان نعمل براسين موان 3 عامل ماذا؟ الا عملت موان غاسين غتبقى اي اي بليس 2. دونك اش غندير؟ غادي نعمل باش نعمل دابا غنعمل بموان غاسين 3 موان غاسين 3 عامل عامل ماذا؟ موان غاسين دو 3 عملت شي حاجه ما كايناش. دونك انت موان غاسين دو 3 بلس اي بلس 2 الى شرتي موان غاسين دو 3 فوا موان غاسين 3 سي 3 مفهوم. دونك هادي دونك انا شنو انا بينت عملت غاسين موان غاسين دو 3 دونك بقات لي سي موان دي. خاصني نشوف هاد التعبير واش هو سي موان دي. نمشي نحسب اسيدي سي موان دي، نمشي نحسب سي موان دي. سي شحال عندي؟ غاسين دو 3 بلس اي لافيكس ديالها موان دي هاي دي موان 2 بلس 2 غاسين دو 3 غاسين دو 3 بلس اي بلس 2 موان 2 غاسين دو 3 غاسين سي غاسين دو 3 موان 2 غاسين دو 3 سي موان غاسين دو 3 بلس اي بلس 2 جست كالكول. دونك هادي شناهي هي سي موان دي. دونك هاد l'écriture c'est c moins t. Ce que j'ai dit hier, ce que j'ai dit hier, a moins d, donc d'où a moins d. Attire ça, attire ça. A moins d, amil qu'est-ce que oui, n'aqis n'aqis j'adore te lire ça. Amil c moins t. Enfin, attire ça, attire ça. هنا عملت بغا موان غاسين دو 3 موان غاسين 3 عامل موان غاسين 3 بلس اي بلس دي سي سي باش نبين انا انا شنو علاش عملت بغاسين موان 3 حيت كتبان ليا ليكريتور اللي باغي نوصل لها فيها موان غاسين دو 3 عامل العامل لواحد الحاجه. انا خرجت ليا هادي مشيت بغيت نتاكد واش هادي هي سي موان دي. مشيت حسبت سي موان دي لقيتها راه هي سي موان دي. دونك عوضتها بسي موان دي مفهوم. دونك هذا لا كيسيون الثانيه. دونك غنمشيو لا كيسيون 3 là bien la question c'est la question A ou le B ou mars la image moi je vais voir la question G inchallah. Donc la question B c'est on déduire que les points A C D sont alignés. Donc à la base on vient à na واحد نقط واش هما في نفس مستقيمية أو غير مستقيمية. كيف ما كتشوفوا كنمشي نحسب A لا donc A النقطة A la fixe ديالها راهي A سي لافيكس ديالها راهي سي دي لافيكس ديالها راهي دي كاينين في المعطيات مفهوم. دونك اش غنمشي نحسب؟ غنمشي نحسب ا موان دي سيغ سي موان دي نفس النقطة هنا ا موان دي سيغ سي موان دي كتعاود خاص هاد النقطة تعاود باش نبينهم انهم اليني. إتي قال شنو؟ إلا خاصو تخرج ليا واحد العدد حقيقي كينتمي للمجموعة اغ مفهوم. هما قالوا لك اون ديدوير انا ما غاديش نمشي نحسب اون ديدوير. دونك خاصني نرجع لا كيسيون بريسيدون. لا كيسيون بريسيدون اش فيها؟ دونك دابري لا كيسيون بريسيدون اشنو لقيت بعدا في لا كيسيون بريسيدون؟ دابري لا كيسيون دابري كيسيون بريسيدون ميم نكتبها بريسيدون اون اكوا اشنو لقيت؟ هاي باقا مكتوبة اون ا موان دي كتساوي موان غاسين دو 3 سي موان دي. دونك هادي شنو كتبان ليكم؟
A moins D كتساوي موان راسين 3 سي موان D. أنا اش خاصني نبين؟ خاصني نبين A موان D سيغ سي موان D تقال R. دونك هادي شنو هي؟ غنجيب ديما تولي هي A موان D سيغ سي موان D اش غتساوي ليا؟ راسين دو 3. وراسين دو 3 راه نومبر أبارتيان أ R. ألوغ لي بوان دو A B S A B A C D sont alignés. Points alignés. Sont les points alignés. Les points A, C, D sont alignés. Une forme. Tous les points sont alignés. Donc, là, on me sent aimé. Donc, je suis la partie 3, les 4 alignés. Les transformations, les contractions, comme le vidéo de la vidéo, donc le la translation, la rotation et l'homotisme. Je vous devais faire le bac, je vous attends, je vous la rotation, je vous l'homotisme. Mais maintenant, on parle la question, mais je vous attends, je vous attends. Donc, la question 3, on considère Z, la fixe d'un point M, et Z prime, donc M, la fixe d'elle, et Z, ou M prime, la fixe d'elle, et Z prime. Et nous avons la rotation, donc R. R, la rotation, donc R. La rotation, ce qui est là, c'est que le marquez, c'est O, et le theta, c'est moins pi sur 3. C'est le moins pi sur 3. C'est l'exercice de la question 3. Donc, c'est dit qu'elle vérifie, vérifie que Z' est égal à 1 sur 2, 1 demi à Z. Vérifier que Z' est égal à 1 demi à Z. Donc, on a une rotation directement. On va chercher l'écriture, l'écriture complexe, l'écriture de la rotation. Donc, Rm, qui est un prime. Est-ce qu'il y a donc un prime sur M, R, donc le marque O, O de Zéouya moins P sur 3. Donc, qu'est-ce qu'il y a l'arc سورة ناقص لحق المركز كيساوي او اي تيتا عامل شرا عاقل عليه لحق الاصل ناقص لحق المركز. هذه هي ليكريتور اللي كنا وصلنا لها. دابا شتا غنكتبها انا اش غنجي؟ غنجي غنعوض. عندي انا اوميغا شحال كيساوي؟ كيساوي ليا او. دونك او هو اصل المعلم دونك صفر. دونك راه هو صفر. تيتا شحال؟ موان بي سيغ 3. Donc, je vais avoir directement Z prime naqis 0 que c'est oui E I theta n'aoud à moins pi sur 3 aïe a mille Z moins 0. Donc Z 0 m chi, donc il y a E moins I pi sur 3 fois Z fois Z. Wesh, ana dabo wsat lidak chi li bari mazal houma ch galou liya? Galou liya 1 demi A, Z. 1 demi A, Z. On a bien qu'il y a E, I moins I, pi sur 3. Donc, on a dit qu'il y a le kitab de l'adad l'oqadi aussi. Donc, cette E, I moins pi sur 3, on a dit E, I moins pi sur 3, on a dit qu'il y a le kitab de l'adad trigonométrique. Donc, il y a cosinus, cosinus moins pi sur 3, plus I, sinus, moins pi sur 3. Il faut moins pi sur 3. Donc, il y a le cosinus. Cosinus qui me dit delta, za ou j. Donc, le cosinus pi sur 3 moins radic mchi. Il y a moins sinus delta fardia radicrugien moins. Il y a moins sinus pi sur 3. C'est il faut moins sinus pi sur 3. Donc, ah واحد الحاجه كوسينوس بي سور 3. دونك كوسينوس بي سور 3 باش نعرفوا شحال كيساوي لي انا كوسينوس بي سور 3 شحال كيساوي لي. دونك انت شوف انا عندي انا من كنعقل من صغري وانا عارف واحد اللعيبه كنخدمها بالصبع ديالي. كون تكون عندي هنا زيرو هنا بي سور 6 هنا بي سور 4 هنا بي سور 3 هنا بي 1 2 بي سور 2 مفهوم. دونك انا كنخدم بالكوسينوس من التحت والكوسينوس من الفوق. دونك مثلا كوسينوس كوسينوس من الفوق كوسينوس بي سيغ 3 بي سيغ 3 كاينه هنا ديما انا كنقسم على جوج. عندي شحال من هنا لهنا؟ عندي واحد
كندير لها لا راسين راسين مثلا راسين واحد على جوج دونك كوسينيس بي سور 3 اش كيساوي ديما قلت لكم كنقسم على جوج والفوق كندير الغاسين الغاسين ديالي يجي لي الزاويه بشحال مشيت انا عندي هنا بي سور 3 دونك واحد دونك راسين واحد على جوج دونك يو واحد على جوج مثلا كوسينيس باش نشرح لكم هذه الطريقه هذه كوسينيس مثلا بي سور هنا عندي هنا بي سور 4 بي سور 4 اش غتساوي عندي هنا واحد هنا جوج دونك بي سور 4 دونك هي غاسين جوج ها واحد ها جوج غاسين جوج ديما كنقسمو على جوج هي غاسين 2 سيغ 2 وممكن ندير بي سيغ 6 هي غاسين 3 سيغ 2 الى غير ذلك والسينيس كمداوى من التحت مفهوم دونك كوسينيس بي سيغ 3 كتساوي ليا ان دومي كوسينيس بي سيغ 3 كتساوي ليا ان دومي وسينيس بي سيغ 3 شنو غيساوي ليا نفس الطريقه السينيس كم دا لتحت انا بي 3 فين عندي وديما هاد سينيس بي سيغ 3 ياك سينيس بي سيغ 3 شنو غيساوي ليا سينيس كان دا من التحت ديما كان كتكون عندي هنا جوج هنا الغاسين هاد العدد اللي كيكون الوسط هو العدد بشحال كنطلع ها واحد ها جوج ها ثلاثة طلعت هنا دونك هي ثلاثة على جوج مفهوم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الطريقة اللي كندير المهم سينيس بي سيغ 3 كتساوي غاسين 3 سيغ 2 دونك اجي غنعوض اش غنعوض او اي موان اي بي سيغ 3 صافي راه خرجت اش كتساوي ليا الكوسينيس بي سيغ 3 شحال هو ان دومي موان اي سينيس بي سيغ 3 شحال هو غاسين 3 سيغ 2 اش غندير دابا نعمل بان دومي ان دومي عامل ماذا عامل الواحد موان اي غاسين 3 وهادي شناهي هادي شناهي هادي هي ا المعطيات راه تبان لك هذه هي ا راه كنت كتبتها قبيله دونك او موان اي بي سيغ 3 كتساوي ان دومي ا غنرجع سيدي نرجع العلاقه ديالي دونك زد بريم دو زد بريم اش غتساوي ليا او موان اي بي سيغ 3 خرجت ليا هي ان دومي ا فوا ماذا فوا زد وهذه هي ليكروشيغ اللي بغيت نوصل لها انا وصلت لها مفهوم هادشي كامل كون ما عرفتش الكتابه العقديه ديال الدوران راه ما غاديش نخرج هادشي مفهوم الكتابه العقديه ديال الدوران هي لحق الصوره ناقص لحق المركز كيساوي او بي تيتا عامل لحق الاصل ناقص لحق المركز وكتعوض كل اللحق ديال كل حاجه كتعوضو باش باغي مفهوم دونك نمشيو للكيسيون سويفون لا كيسيون 4 اش قال لك لا كيسيون 4 قال لك سوا اش l'image du point P par la rotation دائما حنا كندويو بالروتاسيون واش قال لك H راه l'image de B H الصورة ديال B بالروتاسيون R المركز الروتاسيون شنو هو المركز ديالو راه المركز ديالو O والسونتر ديالو موان P سيغ 3 تتم ديال التمرين مفهوم دونك R B كتساوي H واش عاطيني هما عاطيني في المعطيات عاطيني سيدي ان ب لا فيكس ديالنا شنو هو هو بوتي ب ياك اي اش 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 لا فيكس ديالنا شنو بوتي اش وعطيني كذلك عطيني واحد البوان بي كبيره لا فيكس ديالها بوتي بي بحيث ان تلك دون عمطاش بي كتساوي ا موان سي المهم كنحط المعطيات قدام باش مابقاش ا فيريفي نفس لا كيسيون كو اش تيكالا اي بي تبع معايا مزيان اول حاجه اش غندير غادي نحط الكتابه العقديه ديالي ديال اش ديال الدوران مفهوم شنو لحق الصوره لحق الصوره ناقص لحق المركز اللي هو اوميغا كيساوي ليا او اي تيتا عامل ماذا لحق الاصل شنو هو لحق الاصل اللي هو بي مو لحق الصور هنا الدوره اللي عندي انا شنو هو المركز ديال المركز ديالو شنو هو هو او السونتا او لونغل ديالو شنو هي مو بي سيغ 3 غنعوضها دونك اش دونك هنا اش كتعني ليا ان اوميغا كتساوي ليا او كتساوي ليا زيرو وان تيتا اش كتساوي ليا مو بي سيغ 3
Donc, on a oméga qui est 0. Donc, directement h moins 0. H moins 0. Qu'est-ce qu'il y a e moins i pi sur 3 b moins 0. Donc, il y a h, qu'est-ce qu'il y a e moins i pi sur 3 fois b. Fois b. H, عندي. عندي il y a e, e moins i pi sur 3. Qu'est-ce qu'il y a il y a 1 demi a. Donc H est égal à 1 demi A fois B avec E moins EP sur 3 est égal à 1 demi A. Cosinus moins P sur 3 Zed I moins sinus P sur 3 donc E moins EP sur 3 qui est 1 demi A. Donc H est 1 demi A fois B. Ou je vais vous dire que là. Je vais vous dire H est égal à IP. Donc je vais vous dire que 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 je vais vous dire 1 moins i racine de 3. Au b la fixe d'yalèche nawa. Ou 2 plus 2i. Fom. Akan aoud. Donc, 1 demi. On drop 1 demi. On a la fixe d'yalèche 1 moins i racine de 3. Au b la fixe d'yalèche 2 plus 2i plus 2i. Donc, 1 demi. On drop 1 demi. H que tu oui. Donc. 1 moins i racine de 3 fois 1 plus i. Bon. Je vais dire d'abord. Nchar. 1 fois 1, 1 i plus i moins i racine de 3 fois 1 moins i fois i c'est moins 1, mais moins i plus racine de 3. Donc, نعمل 1 plus i moins racine de 3. نعمل racine de 3. نعمل racine de 3. عامل ماذا؟ عامل moins عامل i moins 1. دونك صح الصبوره فاش غنكمل هنايا قلنا عوضنا ا بلا فيكس ديالها وب لا فيكس ديالها ياك دونك ا موان اي راسين 3 سي لا فيكس دو ا وب 1 بلس اي سي لا فيكس دو بي ا اشنو درت دابا هنا نشرت عطاتني هي 1 بلس اي موان اي راسين دو 3 بلس راسين دو 3 انا اش بين لي انا اش كيبان لي انا في اللي غنخرج في اللي غيخرج ليا شنو خاصو يخرج ليا شنو علاش خاصني نوصل que h est égal à ip donc ça suppose qu'il y a 3000 ديال i donc on a mis racine de 3 on a mis i on a mis i on a mis i je vais quand même lire notre chiffre en l'air 1 plus i moins i racine de 3 plus i. On a mis i. I. On a mis le mad. On a mis le i. I. On a mis le b. I. On a mis le d. Moins i. Moins racine de 3. Plus i. On a mis 1. Moins i. Racine de 3. Moins i. Racine de 3. On a mis le mad. On a mis le mad. On a mis le ما عنديش هنا الاي عملت بواحد دونك اي فمو اي في اي راه اي اس 2 كتساوي ليا موان زان دونك هنا تعطيني موان زان مع الموان هي ا مفهوم هنا عاوتاني عندي غاسين دو 3 ها هي غاسين موان غاسين دو 3 مفهوم بلس اي ها هي اي عامل ماذا
عامل واحد بيسموها اي راسين دو 3، نعملوها بالاي راش باين ليكم. دونك هذه شناهي؟ هذه راه هي موان سي، وهذه شناهي؟ هذه شناهي هي ا. ا راه لافيكس ديالو هو ان موان اي 3، وهذه لافيكس ديال موان سي. دونك اش خرجت ليا؟ خرجت ليا كو اش ايتيكالا اي موان اي سي عوض بليس اي فوا ا. نعمل باي، اي عامل ماذا؟ عامل موان سي بليس ا. دونك اي ايكالا ا موان سي، مفهوم؟ هاي اش، ها انا بينتها. عندنا التعميل عمل باي، مفهوم؟ اش عمل باي غاش بالك. دونك نمشيو لا كيسيون الجايه. سؤال بي مونتري كو او اش بي اي ريكتانكل اي او ايزوسيل. دونك انا خاصني نبين ان واحد المثلث او اش بي راه متساوي الساقين وقائم الزاويه في او. دونك انا باش نبينو غادي نخدمو، امسح عندي اش موان او سور بي موان او، اش كتساوي لي؟ كنمشي نحسب انا اش موان او، اش عطاتني اش موان او؟ اش شحال عطاتني انا؟ اش شحال كتساوي لي؟ اش راه كتساوي اي بي لي، هادي اي بي، هادي راه اي بي. اش كتساوي لي؟ كتساوي لي اي بي سور بي، تي بي سور بي غتبقى لي اي، مفهوم؟ غتبقى لي اي. دونك انا خرجت هذه، اش غنمشي ندير لها؟ غنمشي ندير لها سيدي لو موديل ديال اش موان او سيغ بي موان او، سكيساوي ليا لو موديل دو اي سيغ. هنا نمشي نخدم بالزاويه او بي او اش، اش غيساوي ليا لارغيمون ديال اش موان او سيغ بي موان او بليس 2P، ماشي بتردد 2P، بتردد 2P. دونك H موان O سيغ P هذا الموديل، دونك هي OH H موان O راه هي OH، P موان O راه هي OP. اش غيساوي ليا لو موديل ديال إيش؟ شناهو هو؟ واحد زاوية OP OH، اش كتساوي ليا لارغيمون ديال اش موان او على بي موان او اللي هي لارغيمون ديال اش؟ لارغيمون ديال اي، كتساوي ليا لارغيمون ديال اي تردد دو بي، تردد دو بي، تردد دو بي. دونك كمل، اش عندي او اش على او بي كتساوي واحد؟ اش كاين ليا؟ ان او اش كتساوي ليا او بي، عندي سيدي او بي او اش كتساوي لارغيمون دو اي، لارغيمون دو اي شحال كيساوي؟ لارغيمون دو اي كيساوي بي سيغ دو تردد دو بي. هادشي اش كيعني لي؟ خرجت ليا سيدي او اش كتساوي او بي، وخرجت ليا الزاوية، اش كيعني؟ او اش عندي او اش كتساوي او بي، وعندي او اش زاوية او اش او بي عطاتلي بي ان دومي، دونك هي زاوية قائمة. اش كيعني ليا؟ كيعني ليا ان المثلث اش او بي مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. دونك اون او اش كتساوي او بي دو، هادي اللولة اش كتعني ليا؟ انا لو تريونجل مالو او اش بي كيم دير اي ايزو سي متساوي الساقين اون او، و الثانية او بي او اش كتساوي ليا بي ان دومي تردد دو بي، اش كتعني ليا؟ دو لو تريونجل
كيم دير ريكتانجل ريكتانجل اون او مفهوم سالي التمرين نتمنى نكون وصلت لكم مفهوم حاولت انني نزرب على قبل لا فيديو راه زربت حاولت انني نزرب حيت لقيت ديطاي بزاف بقيت هنا دونك نشوفكم في لا فيديو جديد ان شاء الله غنشرح لكم فيه لي زيكواس نشرح فيه كيفاش نتحول من عدد من اكريتور الجبريك لايكريتور تريغونوميتريك وبيان اكريتور اكسبونونسييل يعني من الكتابه الجبريه الى الكتابه المثلثيه او الكتابه الاسيه تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.